سمع الله لمن حمده وناجا سمع الله لمن حمده ودعا سمع الله لمن قال لا إله إلا اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الشكر أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا يا ربنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك أحق تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت أبدا يا ربنا اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك في خير الأيام اللهم إنا نسألك في خير الأيام وفي شهر القرآن أن تغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر ما فات منا من أعمال وأوقات ضاعت هباء فاغفرها لنا اللهم عوضنا خيرا اللهم اجعل خير عملنا آخرة اللهم اجعل خير عملنا آخرة اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل يا ربنا الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل يا ربنا إلى النار مصيرنا اجعل يا رب الجنة هي دارنا يا رب اجعل الجنة هي دارنا متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم آمنا بك يا ربنا وبرسولك وذلك فضل منك علينا ولم نرك ولم نره فلا تحرمنا من النظر إلى وجهك يوم نلقاك اللهم لا تبصينا عنك في الدنيا ولا في الآخرة ربنا إننا لا نحسن تدبير أمورنا فدبر لنا جميع أمورنا ربنا إننا لا نحسن الاختيار فاختر لنا ربنا إننا لا نحسن الاختيار فاختر لنا أنت تعلم الخير لنا أنت تعلم الخير لنا سبحانك أمرك وتدبيرك كله خير اللهم عاف أهلنا اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا اللهم عافهم واعف عنهم اللهم ارحمهم ومن مات منهم فوسع مدخله وانزله بالثلج والماء والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه
تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنا نسألك من جميع الخير الذي سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي وسلم على سيدنا وسيد المرسلين.